فريق جمعية سلا جا البطولة العربية بلاعبين مغاربة، الأجانب قررنا أن من ما يجوش معنا لهذه الدورة هذه ديال أبو ظبي، أنه لعبوا معنا الأجانب في البطولة العربية وما كانش الفريق مقتنع بالأداء ديالهم، لهذا خلينا الأجانب في المغرب، وحنا في صدد البحث عن موزع أجنبي لا يمكن له يعطي الإضافة للفريق. ارتئينا بأنه بما أن الأجنبي يمكن له يعطي الإضافة يمكننا نجيبوا غير لاعبين ديالنا محليين ويمكن لهم يلعبوا هاد البطولة هذه، اللي كنظن بأن الفريق غادي في خطى ثابتة. مع هذا اليوم في المقابلة ديال الحكمة لقينا فريق قوي، الدفاع ديالو قوي، اللاعبين ما كانوش منتظرين هذا الاداء ديال فريق الحكمه، خاصه في الربع الاول وقعت لنا النرفزه وخرجوا اللاعبين بعض اللاعبين من المقابله. كنظن هذا اليوم كانت المقابله درس لنا بالنسبه للغدا ان شاء الله، لانه غنلعبوا مع فريق الرياضي اللي لعبنا معاه البطوله العربيه، فزنا عليه في النصف النهائي، كنلتقيو في النصف النهائي ديال ابو ظبي، كان فاز علينا في دوره الحريري في النهائي. كنظن هذه مقابله ثالثه غتكون فاصله ان شاء الله، والفريق ديالنا غيحاول انه ان شاء الله يعمل ما في 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 الجهد ديالو باش يفوز في هذا اللقاء هذا ويتاهل ان شاء الله للنهائي ديال يوم الثلاثاء ان شاء الله، ولا الاربعاء ان شاء الله.